ماذا تعرف عن كارثة تشيرنوبيل؟ هي حادثة نووية إشعاعية كارثية وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في يوم السبت 26 من أبريل سنة 1986 قرب مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا السوفيتية، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم. حدثت عندما كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووي 1 و2 و3، بينما كان يتم إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة التي وقع فيها الانفجار. كما ساهم عامل بنية المفاعل في الانفجار، حيث أن التحكم في العملية النووية كان يتم بأعمدة من الجرافيت، في حين أن رئيس الفريق انتبه إلى الخطر وحاول إغلاق المفاعل، مما يجعل أعمدة الجرافيت تنزل في قلب المفاعل وتبطئ من سرعة التفاعل النووي وتخفض الحرارة. إلا أن هذه الطريقة جعلت الحرارة تزداد لوهلة قبل أن تشرع في الانخفاض. وبما أن المولد كان في مستقر والدورة الحرارية مشوشة من آثار الاختبار، كان هذا هو العامل الذي أدى إلى اعوجاج أعمدة الجرافيت وعدم إمكانية إسقاطها في قلب المفاعل، وجعل الحرارة ترتفع بشكل كبير وتشعل بعض الغازات المتسربة وتتسبب في الانفجار. نتج الخلل عن تراكم أخطاء بشرية وقلة خبرة مهندسين شبان قاموا بالمناوبة تلك الليلة، وأدى ذلك إلى حدوث اضطراب في إمدادات الطاقة في جمهورية أوكرانيا السوفيتية، كما أدى إلى إغلاق المصانع وتعطل المزارع. وبلغت الخسائر المادية ما قيمته أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي آنذاك. وقد لقي 36 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 شخص، وتم إغلاق المفاعل نوويا نهائيا سنة 2002. وعقب الانفجار أعلنت السلطات في أوكرانيا أن منطقة تشيرنوبيل منطقة منكوبة، والتي تشمل مدينة بريبيات التي أنشئت سنة 1970 لإقامة العاملين في المفاعل. وتم إجلاء أكثر من 100,000 شخص من المناطق المحيطة بالمفاعل. وبعد حدوث الانفجار بدأت عمليات دفن وتغليف المفاعل بالخرسانة المسلحة لمنع تسرب الإشعاع الناجم عنه، والذي أدى إلى وفاة عدد كبير في السنوات اللاحقة متأثرين بالإشعاع، وخاصة أمراض سرطان الغدة الدرقية. إلا أنه في الأعوام الأخيرة لوحظ تشقق في الغلاف الخرساني، لذلك هناك دراسات لعمل غلاف جديد أكثر سماكة وأفضل عزلا. وربما كان قيام الاتحاد السوفيتي بالإعلان عن حدوث هذا الانفجار على أراضيه ثم طلب المعونة من دول العالم هو أحد مظاهر التغيير في سياسة الدولة التي كانت تتزعم الكتلة الشيوعية ولا تكشف عن مثل تلك الأحداث فيها أبدا. كارثة تشيرنوبيل تصنف عالميا كأسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي التي شاهدتها البشرية حتى الآن، وصنفت ككارثة نووية من الدرجة السابعة. وقعت الكارثة في 26 من أبريل 1986 في القسم الرابع من هذا المفاعل المشؤوم بالقرب من مدينة بريبيات في أوكرانيا، التي كانت حينذاك واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وحدثت الكارثة عند إجراء الخبراء بالمحطة تجربة لاختبار أثر انقطاع الكهرباء عليها، وأدى خطأ في التشغيل بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء، أدى إلى ارتفاع درجة حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال. وتسبب هذا في انصهار قلب المفاعل الرابع وحدوث انفجارين كبيرين عقبهما اشتعال النيران بكثافة في هذا المفاعل. وحملت الحرارة والدخان الناتجان من النيران المشتعلة المواد المشعة إلى السماء لمسافة كيلومتر واحد بالمنطقة، وخلفت الانفجارات والحرائق سحابة قاتلة من الإشعاعات النووية انتشرت في أوكرانيا وجارتيها روسيا البيضاء وروسيا. وتجزأت سحابة الإشعاعات النووية إلى 3 سحابات أخرى، ساعدت الرياح في حمل أولاهن إلى بولندا والدول الإسكندنافية، والسحابة الثانية إلى التشيك وألمانيا، والسحابة الثالثة إلى رومانيا بلغاريا اليونان وتركيا. وتسبب انفجار المفاعل فور وقوعه بمصرع 31 من العاملين ورجال الإطفاء بالمحطة جراء تعرضهم مباشرة للإشعاع. وتباينت التقديرات حتى الآن بشأن العدد الحقيقي لضحايا هذه الكارثة، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد من قتلوا بسبب الحادث ب4,000 شخص. وقالت السلطات الأوكرانية إن عدد الضحايا
يبلغ 8000 شخص. وشككت منظمات دولية أخرى في هذه الأرقام وتوقعت وفاة ما بين 10000 وأكثر من 90000 شخص نتيجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية المميت. وتنبأت منظمة السلام الأخضر بوفاة 93000 شخص بسبب الإشعاعات الناشئة عن الحادث. وسجلت المنظمة الطبية الألمانية ضد الحرب النووية إصابة 4000 شخص في منطقة الحادث بسرطان الغدة الدرقية. وذكرت المنظمة الألمانية أن المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبيل شهدت تصاعدا كبيرا في معدلات الإصابة بالسرطان الغدة الدرقية أكثر من أي أنواع أخرى من السرطان، ولا سيما بين من كانوا في سن 18 عاما وقت وقوع الكارثة. وأشارت إحصائية رسمية لوزارة الصحة الأوكرانية إلى أن 2.3 مليون من سكان البلاد ما زالوا يعانون حتى الآن بأشكال متفاوتة من الكارثة، كما تسببت حادثة مفاعل تشيرنوبيل في تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثة. وعقب حدوث كارثة تشيرنوبيل أعلنت السلطات الأوكرانية المنطقة التي تشمل مدينة بريبيات منطقة المنكوبة، وأقامت طوقا حولها لمسافة قطرها 30 كيلومترا من مكان المفاعل النووي، وأجلت أجلت أكثر من 100000 شخص من مساكنهم هناك. كما شملت الإجراءات التي نفذتها حكومة كييف دفن وتغليف المفاعل المعطوب بالخرسانة المسلحة لمنع تسرب المزيد من الإشعاعات، غير أن هذا الغلاف تعرض في السنوات الأخيرة لتشققات. ونتيجة لهذه التشققات بدأت أوكرانيا بدعم مالي دولي بتشييد غلاف إضافي من الصلب سيتكلف مليار دولار، وقد انتهى العمل منه في سنة 2012، واستمر أحد مفاعلات تشيرنوبيل في إنتاج الكهرباء حتى سنة 2000. وبعد عامين من هذا التاريخ تم إغلاق المحطة بالكامل. خلفت كارثة تشيرنوبيل العديد من الآثار الصحية والبيئية التي تركت أثرا واضحا على المنطقة المحيطة بالمفاعل، بالإضافة إلى تداعيات إشعاعية، حيث كان معظم الإشعاع المنتشر من المفاعل عبارة عن اليود والسيزيوم الآخر. ويمتلك اليود 131 نصف عمر قصير نوعا ما، حيث يصل إلى 8 أيام، لكن يتم بلعه بسرعة في الهواء، وعادة ما يتوطن في الغدة الدرقية. تمتلك نظائر السيزيوم عمر نصف عمر طويل، حيث يصل إلى 30 سنة. من ضمن العاملين في تشيرنوبيل فإن 28 عاملا لقوا حتفهم في الأشهر الأربعة التي تلت الحادثة، وذلك وفقا للجنة التنظيمية النووية في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الرياح في وقت الحادثة تتجه من الجنوب والشرق، مما أدى إلى انتشار الإشعاع في الشمال الغربي باتجاه بيلاروسيا. في غضون 3 أشهر من حادثة تشيرنوبيل فإن ما يقارب 31 شخصا مات بسبب التعرض للإشعاع أو نتيجة الآثار المباشرة الأخرى للكارثة. تم في أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا تقدير ارتباط ما يقارب 6000 حالة من سرطان الغدة الدرقية بالتعرض للإشعاع. بعد تسرب الإشعاع في وقت قصير، تم قطع العديد من الأشجار والغابات المحيطة بسبب مستويات الإشعاع العالية، وسميت المنطقة المحيطة بالمحطة النووية بالغابة الحمراء، وذلك لأن لون الأشجار تحول إلى لون زنجبيلي ساطع. في نهاية المطاف تم جرف ودفن الأشجار ضمن خنادق. هناك أيضا من الأعمال الدرامية مسلسل تشيرنوبيل. هو مسلسل تلفزيوني درامي تاريخي قصير مكون من 5 حلقات، قام بكتابته كريغ مازن وأخرجه يوهان رينك. أنتج المسلسل بشراكة بين شبكة HBO الأمريكية وشبكة سكاي البريطانية. تم عرض المسلسل لأول مرة في الولايات المتحدة في 6 من ماي 2019، وفي المملكة المتحدة في 7 من ماي 2019. وقد تلقى إشادة ملحوظة من قبل نقاد التلفزيون بأنه قصة واقعية إلى أبعد الحدود.